في خطوة نحو التحول الديمقراطي تم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري تأسيسا لمرحلة جديدة من عمر السودان، اتفاق التزمت المؤسسة العسكرية فيه بأن السلطة السياسية المدنية هي المنوط بها وضع الغايات الكبرى للدولة، ما يقود لانتقال مدني ديمقراطي شامل. اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للسياسيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهددات الخارجية. أيضا علينا الإقرار بأن السلطة المدنية هي المسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني. ترحيب دولي وإقليمي بالاتفاق الذي يسرته الآليتان الثلاثية والرباعية، ويأمل كثيرون أن يتجاوز السودان بموجبه التحديات والعقبات التي أرهقت كاهله. الاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على استعداده إلى جانب شريكيه في الآلية الثلاثية اليونيتامس والإيجاد لتسهيل النقاش حول القضايا الجوهرية المتمثلة، كما أسلف صديقي ممثل اليونيتامس القول، المتمثلة في العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني وتفعيل اتفاق جوبا للسلام واستكمال مسار السلام الشامل. وترى القوى الموقعة على الإعلان السياسي أن الاتفاق يسهل عملية الانتقال الديمقراطي ويحقق المطالب الجوهرية للحكم المدني. إن هذا الاتفاق الإطاري عنوانه استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وغايته توحيد بنات وأبناء شعبنا تحت ظل مشروع وطني. ويبقى الرهان على صمود الاتفاق الإطاري في التزام الأطراف بما جاء في بنوده، والتي ينتظر أن تشكل حلا ناجزا للقضايا السودانية. يأمل كثيرون أن يتوج الاتفاق السياسي الإطاري بين المدنيين والعسكريين باتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية التي طال أمدها لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية ولتحقيق أهداف الثورة وصولا لدولة مدنية ديمقراطية كاملة. طارق بابكر، القناة الغد، الخرطوم.